انا راجل بتاع شغل مش فاضي الهكس بتاعكم ده. هكس؟ انت واعي بتقول ايه؟ واعي جدا. انت فاهم يا عصام يا صياد انت بتقول ايه؟ عشان لو مش فاهم انا هفهمك. ازيك يا نرمين؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ متخيل انك مخضوضه طبعا من الفيديو ده، لانه طالما وصل لك يبقى انا جرالي حاجه وحشه. ايه اللي جرالي بالظبط؟ ما اعرفش، بس انا حاسس اني في خطر وان في حد متراسل عايز يخلص مني. ممكن اكون مقفر او مزودها يمكن، بس الاحتياط واجب. انا بعمل الفيديو ده ولا عارف ان لو جرالي حاجه لا سمح الله هيوصل لك من رقم مش معروف، وانا باكد لك من دلوقتي اي حاجه تجرالي المسؤول عنها هو كابتن وسيم مجاهد، صاحب الفيلا اللي انا ماجر فيها العياده بتاعتي. هو جالي وهددني بنفسه انه عايز يفضي الفيلا وياخدها هو واخواته. زمانهم دلوقتي بيخططوا ازاي يخلصوا مني، حتى لو الموضوع وصل للقتل. وصل الفيديو ده لاعلى الجهات اللي تداري عليها نرمين. ما كنتش اقدر استعمل حد غيرك على حاجه زي كده. سلام. تفتكري حقيقي ولا متفبرك؟ مش قادرة أحدد. في الحالتين إحنا قدام مشتبه فيه جديد. حاولت أتصل بالرقم ده للأسف لقيته مقفول. متوقع. أنت عارفة جاية في دماغي مين؟ محامي رادو. هو ليه ما يكونش هو اللي فبرك الفيديو ده ومطلع عصام بيتكلم عن قتل تاني عشان يبعد الشبهة عنه؟ حد شايف الفيديو ده غيري أنا وأنتي؟ أول ما وصلني جيت لك على طول عشان أعرف أعمل إيه. هنقدمه للسلطات فورا، ما فيهاش نقاش. طب وآخرتها؟ هي يعني القضية دي ما بتخلصش؟ بعدين أنت عايز تاخديه معاكي النيابة تاني وقابل ظباط؟ لا طبعًا، أنا ماشي. استني يا بنتي، استني يا نرمين. ميزة الفيديو ده إنه بيبعد الشبهة عنك أنت كمان. مش بعيد يفتكروا إن إحنا اللي عاملينه عشان محدش يشك فيكي. عمومًا ابعتيلي الفيديو على تليفوني وسيبيها لي المرة دي. روحي أنت عشان ترتاحي. ارتاحي بس يا مجد. لأن كل المنومات والمهدئات اللي باخدها ما بقتش جايبة معايا النتيجة. نرمين إحنا هنعتبر الفيديو ده حقيقي لحد ما يبان عكس كده. يعني إيه؟ مش فاهم. أنا بصراحة شايفاه مخرج ممتاز من دايرة رضوى اللي إحنا مخنوقين فيها دي. يعني لو الفعل طلع بره دايرتها الدنيا هتهدى والكلام هيقل وسلسلة الفضايح اللي إحنا ملفوفين بيها تتقطع بقى ونخلص. لا مش فاهمة، هو أنتِ تقصدي إنه في حد فعلا من فابريك الفيديو ده يبقى يقصد ان احنا نخرج من دايره رضوى؟ على حسب مين اللي عملها يا نرمين، معانا ولا علينا؟ ها ايه رايك؟ لا الرقم ده وهم يا بص فيستك. بص الارقام دي سهله تتجاب اليومين دول، بس مستحيل توصل لمين بيستخدمها. يعني بتعمل بيها جرائم الكترونيه، عمليات ابتزاز، انتحال شخصيه، حاجات من دي. طب يبعتوا لنا احنا الفيديو ده ليه؟ لا ما عنديش فكره الصراحه. يعني مش انت اللي عامل الفيديو ده يا وفي؟ يعني في عينك كده؟ يا متر وانا هعمل فيديو تعبان زي ده؟ ده ابنك عبود يعمل احسن منه. على فكره يا متر الفيديو ده مش هياخد غلوه في ايد اي حد بيفهم عشان يعرف ان هو متخلق بالاي اي، باينه قوي يعني. يبقى هي ماجده علوان مفيش غيرها. بص يا متر بصراحه انا بحس ان الوليه دي حربوقه عن كده، يعني دي حركه رخيصه قوي ما تطلعش غير من عيل ابن امبارح. طب غرضه ايه طيب من الفيديو ده؟ لا يعني ممكن يكون حد بينه وبين وسيم ده طار بعيد. حد عايز ينقذ رضوى بس بطريقه غشيمه. حد عايز يبعد الشبهات عن مدام نرمين، في مليون غرض. بس انت متاكد انه متفبرك؟ ها لا ما تصغرناش بقى يا متر، اشتري مني وانت مغمض. اشترك في باقات واتشت الشهريه بتبدا من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه بتبدا من 149 جنيه و99 قرش.